السلام عليكم ورحمة الله. أنا توفيق رمضان، كل سنة وأنتم طيبين. معادنا مع تاني فيديو في سلسلة الكلينيكال تيبس أند تريكس الشورت. هنتكلم في الفيديو ده عن الشيد سيلكشن. هنديكوا 10 كلينيكال تيبس أند تريكس وأنت بتعمل شيد سيلكشن عشان تقدر تختار بروبر شيد للريستوريشن اللي أنت بتعملها. هنعمل لكم فيديو تاني مطول ديتيلد عن كل الكلينيكال تيبس اند تريكس في الشيد سيلكشن غير الفيديو ده، فده هيكون الفيديو القصير، وان شاء الله هيكون في فيديو تاني ديتيلد هينزل لكم as soon as possible. هنتكلم عن 10 considerations to be taken during the shade selection. يعني وانا بعمل شيد سيلكشن في 10 حاجات تاخد بالك منهم عشان تقدر تختار لون الريستريشنز بتاعتك بشكل مظبوط. اول consideration هو ان احنا بنعمل matching للشيد prior to tooth preparation. يعني احنا بنختار الشيد بتاع restorations قبل ما بنعمل reduction مش بعد، لانك ببساطة بتكون شلت كل اللاير بتاعت الانامل، وبالتالي انت بتكون فقدت اصلا لون السنة، فبتضطر انك تختار لون دنتين which is مش ده اللي انت عايزه، except لو انت بتعمل translucent restorations، ونتعرف على التفاصيل دي في الفيديو التاني. فاحنا بنختار لون restorations before the reduction. تاني حاجة ان you have to make scaling and polishing before the shade selection، لانه لربما تكون في شوية شيبسي ولا حاجة متعلقين على اسنان البيشنت بتاعتك من يوم، ف it will look darker، وانت بس هتبقى كانت وظيفتك انك بس تعمل polishing، فحاول ما تعملش shade selection من غير ما تعمل polishing او تزيل الريمننس من الفود impacts الموجودة على اسنان المريض بتاعك. كمان you have to remove all the distractions like ان البيشنت يكون لابس الوان فقعة، فانت محتاج انك تحط نابكن بيل بلو، ان ياريت اليونت بتاعتك ما يكونش لونها احمر واخضر واصفر الالوان الفقعة دي. لو البيشنت لابس نظارات فيها انتي ريفلكشن محتاج انك تشيلها. لو البيشنت فيميل وحتى ليبستيك you have to remove the lipstick. يبقى اي الوان فيها ديستراكشن لعينيك حاول تشيلها. Always put your patient in upright position، حطه في upright position او الوضع القائم. Always switch off the light source of your unit، دايما depend on على ال natural daylight، ودلوقتي في lamps بتطلع natural daylight بيتقاس ال temperature بتاعه ب 5500 K، فتقدر تختار في natural daylight يعني في نص اليوم، او even على الاقل اطفي اللايت بتاع اليونت. قعد البيشنت بتاعك in upright position and observation should be made very quickly within 2 or 3 seconds and always imply the 5 second rule. ما تطولش اكتر من 5 ثواني وانت بتختار ما بين 2 shade tabs، لكن لو طولت عن كده بعينيك بتعمل adaptation، بدل الاشارات القاعدة تروح وتيجي تروح وتيجي هتلاقي عينيك بتأدابت بعد سنتين تلاتة، وهيبقى الحل انك تبص الحاجة gray او pale blue علشان تعمل neutralization للرودز والكونز اللي في عينيك وترجع ترتاح وتختار تاني. انا احط الشيد تاب ثانية اتنين تلاتة ما طلعوش هما، اختار غيرهم. دايما الفيرست تشويس هو the best choice، فانت ما تقعدش تطول عينيك وانت بتبص على الشيد تابس، لان يحصل لك adaptation واللي من سنتين ما كانش هو اللون دلوقتي بقى هو. لو حصل كده وطولت you have to neutralize your eye انك تبص على حاجة gray او pale blue. The dentist should glance at blue card، برق في حاجة زرقة لو حصل لك neutralization او حصل لك adaptation على الالوان اللي بقيت حاسس ان كلهم شبه بعض، برق في حاجة pale blue او gray اكتر من 5 ثواني. دايما بنعمل moistening للتيس، وخلي بالك ان احنا بنبل التيث وكمان بنبل الشيد تابس، علشان دايما ال being dry بيعلي الفاليو بتاعتك. فاليو يعني الموضوع بيبقى اكثر يعني لون ابيض، رايح ناحيه اللون ابيض اكتر، فانت اي حاجه لما تعملها dryness like the enamel مثلا، لما بنعمله etching ونعمله dryness الفاليو بتاعته بتزيد بيبقى لونه ابيض اكتر. فانت كذلك لما تيجي تختار الشيد تاب ما ينفعش الشيد تاب بتاعك يكون dry او الاسنان يكون dry، لانه بطبيعه الحال هتكون الاسنان اصلا wet. الطبيعي ان اسناننا في بقنا wet، فانت محتاج انها تعمل لها wetting، وكمان الشيد تاب محتاج انك تعمل له wetting عشان ما يعليش الفاليو، وتيجي تختار لون تلاقي ان انت اخترت لون افتح من المفروض كنت تختار.
if a decision cannot be made between two shade tabs, لو انت متلخبط ما بين اتنين, فانصحك انك تختار الجينجيفال بورشن الاول, ان دايما الجينجيفال بورشن بيكون داركر, الجينجيفال بورشن بيكون متباعد في الالوان بينهم وبين بعض على عكس الانسايزل. سو اختار الجزء السيرفايكل and then اختار الجزء الانسايزل and the verification to verify your shade, حاول انك تختاره in more than one occasion, يعني تختار على اليونت and then جنب الشباك, او انك تكون confirm by second individual, وان انت تستعين بالاسيستنت بتاعك تقول له تعالى بص على اللون ده مظبوط ولا لا, لانه الموضوع بما انك تختار شيد تابس ف اتس objectional, يعني كل حد ليه رأي, او انه under different occasions نتيجة الميتاميرزم, انت عارف انت ممكن تختار under light source يطلع لون مظبوط, under different light source يطلع light مختلف, فانت محتاج تكونفيرم ب two different light sources. دول كانوا 10 clinical tips and tricks صغيرين جدا علشان وانت بتختار الشيد بتاعك تعرف توصل لأقرب لون للسنة اللي انت بتختارها او even the registration. هنعمل لكم فيديو تاني مطول فيه تفاصيل كتير جدا عن الشيد سيلكشن بالديفرنت شيد تابس بالديفرنت ماشينز اللي بتعمل شيد سيلكشن. try to follow us on Instagram and Facebook. ان شاء الله تكونوا استفدتوا بالفيديو, اشوفكم في الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.